مكة المكرمة هي أم القرى، والأم هي مصدر يعني الحنان، ومن الأم تنتشر وتتوسع العائلة وتتفرع العائلة. والله سبحانه وتعالى قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. إذا مكة هي المركز، وما حولها من القرى تدور حولها أو تطيف بها من كل نواحي. كل هذا جاء في القرآن الكريم بإشارات محددة تؤكد لنا أن مكة هي مركز الكرة الأرضية. لما ننتقل إلى الدراسات التي يعني وضعت للتحقق من هذه الميزة لمكة المكرمة، نجد أن هناك دراسات أمريكية في مراكز بحثية أمريكية أثبتوا أن كل الإشعاعات الضوئية تتلاقى في نقطة مكة المكرمة.